الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض وملء ما شاء من شيء بعده للثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. هذان الحديثان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب فضل قيام الليل. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في معنى هذين الحديثين، ما المراد بالصلاة التي ينام عنها المرء في هذين الحديثين. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وقال في أذنه، والحديث متفق عليه. فهذا النوم هل كان عن صلاة الليل أو صلاة الفجر؟ على خلاف بين أهل العلم، بل بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث يحتمل أن يكون صلاة العشاء، يعني نام عن صلاة العشاء. وعلى كل حال الحديث يحتمل هذا وهذا، ولا شك أن الأقرب إما أن يكون صلاة الليل أو صلاة الفجر، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث في صلاة الفجر، لأنه قد جاء في رواية عن سفيان رحمه الله ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وهذا رجل نام عن الفريضة. فهذا هو الأقرب، أن هذا الحديث في صلاة الفجر. قد ذكر عند النبي رجل نام حد ليلة حتى أصبح، يعني فاتته صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم بال الشيطان، هل هو بول حقيقي؟ هذا هو الأصل، أننا نأخذ الأحاديث على ظاهرها، الأحاديث نأخذها على ظاهرها. وقد جاء عن الشيطان أنه يبول وأنه يأكل ويشرب ويتقيأ، وقد جاء في الحديث أنه إذا سمع الأذان تولى وله ضراط، وكل ذلك نؤمن به وإن لم نره ونسمعه، لأن ما جاء في القرآن والسنة نؤمن به ونجريه على ظاهره، والكيفية لا نعلمها ولكن نؤمن بها. فهنا في هذا الحديث قال: بال الشيطان في أذنيه، حتى وإن لم تحس بالبول في أذنيك فإن الحديث دل على ذلك، ونؤمن بهذا ونصدق. وسبب هذا يعني بول الشيطان في أذن المسلم من أجل تثبيطه وتكسيله عن القيام، إما لقيام الليل أو لصلاة الفجر. وفي حديث أبي هريرة قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ليس عقدة ولا عقدتين، ثلاث عقد، حتى يحكم العقد عليه فلا يصلي الليل أو لا يصلي الفجر، وكل ذلك من الخير الذي يريد الشيطان أن يثبط المرء عنه. قال: إذا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. وهذا من الوسوسة التي وسوس الشيطان في قلب المرء حتى يثبطه عن الخير. فإن استيقظ فذكر الله، وهذا فيه أن المسلم إذا استيقظ عليه أن يبدأ بالأذكار، أذكار النوم التي جاءت في السنة. وإن استيقظ في منتصف الليل
إذا قلنا هذا الحديث في نصف الليل يذكر الحديث التي جاءت في القيام أثناء الليل، مثل قراءة آخر سورة آل عمران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة، كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل، وإذا تعار من الليل قال صلى الله عليه وسلم لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه كلها عند القيام والاستيقاظ أثناء الليل، وإذا استيقظ في غير يعني منتصف الليل فإنه يذكر الأحاديث والأذكار التي جاءت بعد الاستيقاظ من النوم. وعلى كل حال عليه أن يذكر الله حتى تنحل العقدة، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ قام توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى على قولنا صلاة الليل أو صلاة الفجر انحلت جميع العقد التي عقدها الشيطان ورجع خائبا. قال فأصبح نشيطا، يعني المرء إذا فعل هذه الأمور استيقظ فذكر الله فتوضأ فصلى أصبح نشيطا طيب النفس ببركة هذه الصلاة وبركة ذكر الله، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي إذا فاتته الصلاة إما صلاة الليل أو صلاة الفجر على الصحيح والأقرب في هذه الحديث. فإذا فاتته صلاة الفجر، وهذا يلاحظه المرء في نفسه، فإن صلى الليل صلى الفجر في جماعة فإنه يجد في نفسه نشاطا وقوة، وإذا فاتته صلاة الفجر يجد في نفسه ثقلا وكسلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.